النشرة الثقافية من قناة الجزائر الدولية، أهلا بكم. أشرفت وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية وفاء شعلال بالمكتبة الوطنية بالجزائر العاصمة على فعاليات الدخول الأدبي في إطار البرنامج المسطر للموسم الثقافي 2021-2022 تزامناً والذكرى 189 لمبايعة الأمير عبد القادر الجزائري. كما أطلقت السيدة شعلال الموقع الإلكتروني ومدونة الناشرين ومدونة الإيداع القانوني الخاصة بالمكتبة الوطنية، وهو ما اعتبرته الوزيرة خطوة نحو الرقمنة الشاملة للمكتبة الوطنية التي تسعى السلطات لأن تكون في مصاف المكتبات العالمية. موقع الإلكتروني وبوابة الإيداع القانوني ومدونة الإيداع القانوني وبوابة الناشرين، وهذا هو مشروع وخطوة نحو التقدم في مشروع الرقمنة الشاملة للمكتبة الوطنية التي نحرص أن تكون في مصاف المكتبات العالمية، لأنها تحوز على وثائق ونفائس نادرة. وبخصوص المعرض الدولي للكتاب، قالت الوزيرة: إننا حريصون على عودته بقوة ليكون حدثاً كبيراً بالجزائر. المعرض الدولي للكتاب يعود بقوة لأنه كان غائب منذ سنتين، وهو معرض دولي نحرص أن يكون يعود بقوة، لكن إن شاء الله سوف نحرص على تنظيمه ويكون تنظيمه شيء كبير. من جهته، صرح منير بهادي مدير المكتبة الوطنية لقناة الجزائر الدولية أنه تم تهيئة 2257 مخطوط للرقمنة من الرصيد الوثائقي للمكتبة الوطنية. رقمنة الرصيد الوثائقي أو الأرصدة الوثائقية التي أنجزنا منها خاصة على صعيد المخطوطات تقريبا 50% من يعني 2257 تم تهيئتها للرقمنة مخطوط. قدم المخرج الجزائري محمد بن عبد الله أولى تجاربه في مجال الأفلام الروائية من خلال فيلم حليم الرعد. العرض الشرفي شهد إقبالا كبيرا من قبل عشاق السينما. بالنسبة لك الفيلم السينمائي حليم الرعد للمخرج الجزائري بن عبد الله محمد، وبعد العرض الشرفي الأول له في سيدي بلعباس، يلقى استحسان كل الحاضرين، خاصة وأن الفيلم يعتبر التجربة الأولى في إنتاجه المستقل بدون دعم مادي. لا حيث تعاون مع شركة ميسان للمخرج يحيى مزاحم، والذي وفر له بدوره كل المستلزمات التقنية للفيلم. قصة الفيلم مستوحاة من أحداث واقعية لشاب جزائري يبلغ من العمر 25 سنة، يعاني من تأخر في العقل، حيث يتهرب من مسؤولياته اليومية أمام ضغوطات والدته التي سائمت تمسكه بحياة الطفولة والصبا. في ظل إصرار الشاب في المحافظة على حياة طفل بريء، يحاول أن يتمسك بحياة الطفولة بتحديات إعاقة ذهنية في مجتمع يحكم على الأشخاص بالمظهر الخارجي. للإشارة، فإن المخرج الجزائري سبق له إنتاج 3 أفلام قصيرة، والتي شارك من خلالها في الكثير من المهرجانات الوطنية والدولية، نذكر منها مهرجان كان وكندا، إضافة إلى المهرجان الإفريقي بمدغشقر. ولمزيد من التفاصيل يلتحق بنا عبر الهاتف مخرج الفيلم السيد محمد بن عبد الله. أهلا بك سيدي.
شكرا، بارك الله فيكم على الاتصال، وكان لي شرف كبير ان نقاسم معكم تجاربي في عالم السينما. فيلم حليم الرعد هو اولى تجاربك في مجال الافلام الروائيه الطويله، صف لنا هذه التجربه. والله لا، كانت تجربة نوعا ما بالمغامرة، لقد أنا رياليزاتور أنتجت مؤخرا عدة أفلام قصيرة، وكانت عندي تجوج دراسات سينمائية كيف أنتج أفلام بميزانية لو بيجز، بميزانية صغيرة، ولا ما كنتش عندها بزما لي بيجي كبار. جيت الحمد لله زعما كانت ناس مأمنة فيا، وكان زعما الإنتاج من طرف مزاحم يحيى ونبيل وفروا لي كل الوسائل المعدات. الحمد لله الفيلم لاقى استحسان، والحمد لله زعما صافي غرون بليزير، زعما العرض بصا في مسرح الجهوي ولاية العباس، والحمد لله زعما حتى الان ما رانيش مأمن النجاح اللي لاقاه الفيلم حليم الرعد من قبل الجمهور. الفيلم يعالج مشكلة الإعاقة الذهنية، ما هي الرسالة التي أردت إيصالها من خلاله؟ الرسالة التي بغيتها في الفيلم حليم الرعد هي رسالة لكل شخص عنده نزعة طفولية، ولا عنده طرف لونفونس في المخيلة تاعه. توجور انسان يحوس يغاردي، توجور يكون زعما يكون بيان في لا سوسيتي، توجور يكون سيريو. زعما الحمد لله زعما الفيلم هذا يبين بلي زعما اي شخص زعما عنده زعما نوع من الشخصية، ولا نوع من لا سيتياسيون اللي بيحاول يكون فيها، توجور يكون بيان، توجور يكون زعما بلي مليق، ما يتأثرش بالواقع والمحيط اللي رانا عايشين فيه الذي يحكم بالمظهر. توجور الانسان اللي يجيش في مي موتيفي، زعما اي انسان زعما يكون عنده حاجه بيحوس يخرجها، ولا حاجه بيبارطاجيها، سواء يكون ايمانيتي، ولا يحوس يكون زعما ايجابي في المجتمع، اللي يكون توجور اوبتيميست، توجور يكون فرحان في الشخصيه نتاعه، زعما اللي توترت ولا اللي تربى عليها في المجتمع نتاعه. تحصلت على العديد من الجوائز في مهرجانات عالميه، هل تراهن على الأفلام الطويلة لحصد المزيد من الجوائز؟ بون، لو فيلم حليم الرعد ما بغيتش زعما نبارتيسيبي بلي فيستيفال قد ما نعرضه للجمهور الجزائري، باه يعرف بلي السينما الجزائريه ما زالت في الميدان، خاطرش اغلبيه المخرجين كي ينجوا افلام روائيه اول خطوه يقوموا بها هي مشاركتهم في المهرجانات الدوليه، ويتناسوا للجمهور. انا بغيت ان الفيلم تاعي نعرضه للجمهور، وصير فيلم مستقل زعما، فيلم انتجته بالميزانيه نتاعي. الحمد لله زعما ان شاء الله نشوف مخرجين شباب في الجزائر اللي ينجوا افلامهم ويعرضوها للجمهور الجزائري، لان الجمهور الجزائري هو متعطش لرؤيه افلامه ولا رؤيه السينما الجزائريه في قاعه السينما. ماشي سي با بيان زعما باه نديروا لي فيلم ونبارتيسيبهم للفيستيفال، ونخلي ولاد بلادنا ما يشوفوش لي فيلم تاعنا. ما كاين بزاف لي فيلم في الانترناسيونال لي بارتيسيبو في الفيستيفال، الاولى يدير لافو بريمير في بلادهم، ولا في باهي زعما يحكس الصوره اللي انتجها في السينما للمجتمع نتاعه. الحمد لله زعما هذه خطوه بغيت نتمناها للمخرجين الاخرين، ينتجوا افلامهم ويعرضوها للجمهور، سواء كانت قاعات سينمائيه، ولا في السيني كلوب، ولا في منظمات، ولا دي اسوسياسيون كولتيرال في السينماتوغرافيك، توجور يكون احتكاك ما بين الجمهور الجزائري والمخرج. شكرا جزيلا لك سيد محمد بن عبد الله، كنت معنا عبر الهاتف من الجزائر. وفي موضوع آخر، كان الحايك ولا يزال رافدا من روافد الهوية الجزائرية، كانت النسوة يرتدينه عند الخروج وفي المناسبات، هو لباس تقليدي جذوره ضاربة في عمق التاريخ. واحد من الألبسة التقليدية المعروفة في المغرب العربي ككل، يعد رمز الثقافة الجزائرية الضاربة في جذور التاريخ. الكثير من الأجيال عاشت زمن الحايك الذي زاد جداتنا وأمهاتنا بهاءً وحياءً.
أصل تسمية الحايك أو الحيكة ويسمى بالتلحيفة ذو أصل أندلسي، ويسمى في تونس السفساري، وكان يسمى في الأندلس بالملحفة. انتشر الحايك سريعا في جميع أنحاء المغرب العربي، وهو لباس يصنع من قماش أبيض اللون تقتنيه المرأة الجزائرية لإخفاء جسمها، وأحيانا تضاف له قطعة قماش صغيرة لتغطية الوجه وتسمى العجار، وهو ما جعله رمز السترة والأصالة. عرف الحايك في معظم ولايات الجزائر من شرقها ووسطها وحتى غربها رغم اختلاف تسميته، ففي الشرق ينادونه الكساء أو الكساء، وفي الوسط الحايك، وتنوع باختلاف المناطق. ففي أقصى الصحراء الجزائرية ينتشر ما يسمى بالحايك المرمى، وهو من أغلى أنواع الحايك. أما الحايك العشعشي المعروف في غرب الجزائر وبالتحديد في مدينة تلمسان، فيختلف عن الحايك المرمى لكونه ذا تطريز باللون الأصفر تلبسه عامة نساء المدينة. وأخيراً الحايك السفساري في شرق الجزائر ظهر مع اللاجئين الأندلسيين وأصبح من عادات نساء الشرق. مع مرور الزمن والسنون افتقدنا هذا اللباس الأصيل داخل المجتمع الجزائري. هنا ظهرت مجموعة جمعيات تنشطها نسوة جزائريات لإطلاق عدة مبادرات، محاولة منهن إحياء هذا الزي التقليدي من جديد وإعادة مكانته، لأنه يبرز الهوية وجزء من الثقافة الجزائرية. وفي الجزائر دائما حيث ساهم الفنان التشكيلي صالح حيون في التأريخ للثورة الجزائرية عبر الفن التجريدي والمنمنمات والنقش. الفنان وظف موهبته في الإضاءة على فترة مفصلية في تاريخ الجزائر. لم تكن الكتب وحدها شاهدة على أحداث الثورة التحريرية، أعظم ثورات القرن العشرين، فالفن التشكيلي هو الآخر توج كشريك في عملية التأريخ. فنان يبحث عن الضروريات، هكذا وصف الفنان التشكيلي الراحل صالح حيون من قبل أصدقائه الذين قدموا 100 لوحة في الذكرى الرابعة لرحيله في معرض احتضنه قصر الثقافة مفدي زكريا. حيون رصد معاناة الجزائريين خلال حرب التحرير، فأبدع لوحات مناضلين وزوجات شهداء وأمهاتهن، فانتقل بين مدارس فنية مختلفة كالتجريد والمنمنمات، كما اعتمد عدة تقنيات كالزيت والألوان المائية وفن النقش. صالح حيون درس الفنون الجميلة في الجزائر وباريس، وشارك في معرض جماعي عام 1965، وقدم أول معرض فردي له في عام 1969. جدارياته الفنية التاريخية لا تزال تزين متحف الجيش، واستضافته الكثير من الأروقة والمعاهد والمراكز الثقافية الأجنبية في الجزائر. شاهد على التاريخ، هكذا كان صالح حيون الذي وظف فنه وموهبته لإضاءة حقبة استعمارية، فكان مؤرخاً استثنائياً من خلال الصورة. أعطني مسرحاً وخبزاً أعطيك شعباً عظيماً، مقولة للكاتب الكبير والشاعر ويليام شكسبير، عبارة عهدنا سماعها وترسخت في أذهاننا، لكن في الحقيقة يكاد أبو الفنون المسرح أن يكون غائباً عن جمهوره ومحبيه. أعطني مسرحاً وخبزاً أعطيك شعباً عظيماً، مقولة للكاتب الكبير والشاعر ويليام شكسبير، عبارة عهدنا سماعها وترسخت في أذهاننا، لكن في الحقيقة يكاد أبو الفنون المسرح أن يكون غائبا في الساحة الثقافية الجزائرية، فلماذا هذا الغياب يا ترى؟ لا نختلف نحن عن المجتمعات العربية الأخرى،
لأن المسرح يحمل بداخله كل الفنون، ويحمل بداخله الأداب، ويحمل بداخله العادات وتقاليد الأمة، ويحمل بداخله روح الأمة. إذا كان المسرح نابعا من الصدق، نابعا من الفكر، نابعا من الاهتمام بما يجري في المجتمع، بما يجري داخل الإنسان. لذلك أقول أنه المسرح لا يمكنه أن يتنفس خارج دائرة حرية التعبير، هذه أولا. ثانيا، المسرح يحتاج إلى وسائل مادية كذلك، يحتاج إلى تكوين، يحتاج إلى فكر، يحتاج إلى أسماء. مسرح الطفل الذي يعتبر اللبنة القوية لبناء شخصية الطفل السوية بل وخروجه للمجتمع من الباب الواسع، كما يشكل المسرح حلقة الاتصال والتواصل بين أفراد المجتمع، خاصة عندما يتعلق بالتلاميذ في الدور الابتدائي واكتشاف قدراتهم وتوازن شخصيتهم بالمسرح. فهل يتم هذا الاكتشاف على مستوى مدارسنا؟ وهل المنظومة الدراسية تولي اهتماماً بالمسرح؟ المسرح له دور فعال ومهم في مرحلة الطفولة، يعني هو طريقة سريعة للوصول إلى عقل الطفل والوجدان دياله. وهنا أقصد المسرحيات التي عادة يعني أبطالها الأطفال وموجهة أيضا للأطفال أنفسهم. يعني تلك الوقفة على خشبة المسرح راح تعلم الطفل أولا روح المواجهة، ثانيا طلاقة اللسان، والنقطة المهمة أنها تنمي فيه ثقته بنفسه. يبقى شبح غياب أبو الفنون المسرح ملف لابد أن يفتح لدراسة أسباب الغياب في انتظار خطوة حقيقية من أهل الاختصاص. نظمت وكالة غلامور ايجنسي عرضا للأزياء لطلبة مدرسة المصمم الجزائري ريان أطلس في إطار الجهود الرامية للتعريف بالأزياء العصرية. ريان أطلس ابن مدينة بشار واحد من المصممين الجزائريين الذين حققوا حلمهم في الوصول للعالمية، حاول بتصاميمه التعريف بالثقافة والتراث الجزائري. أنا من مشجعين تاع ريان أطلس، من أصدقاء ونحبه من قلبه، من قلبي، من تربيته وأخلاقه، ونقول له ألف مبروك على لي زيلاف هادو. يفو كيليين غولاف اللي يغوبخان المودة في الجزائر ونكونوا في المقاييس العالمية. هذه هو كان يحلم بمدرسة ودرك عندها 3 سنوات، والمدرسة هذه في التصاميم التلاميذ المدرسة نشوفوا لاتوش تاع ريان، يعني نشوفوا صدقه، نشوفوا حبه للتراث الجزائري ولبلده، يصبوا كامل عند الام إلي جينيرو، وهذا نشوفوا في العمل تاع تلاميذ ريان. قلهم بالتوفيق إن شاء الله، والجزائر دائما إن شاء الله عالية. الحقيقة أنا عجبني بزاف، سواء الخيار تاع الألوان، سواء تاع الأقمشة، سواء تاع الموديلات اللي موجودة مطروحة، حاولت تجمع ما بين يعني نحكو توندونس ألوان، ولكن بنفس الوقت ألبست المرأة ألبستها بشكل يعني شيك اي مودرن. كي يكمل لا فورماسيون تاعو يدير ان ديفيلي دو مود ليزيليف ديالو. دونك هاد العرض كان من تنظيم لابوات تاعي ايمان صحراوي ايفنت. احنا عملنا لمده اسبوع فقط باش يكون التنظيم على اكمل وجه. اول حاجه هي فخوره اني جزائريه وفخوره بولاد بلادي، كي نشوفهم هكا يجتهدوا يعملوا. حاجه اللي عجبتني الكثره في هذا ليفانمون هي شغل حاجه جديده في الجزائر، شغل دائما لي ديفيلي تاعنا تراديسيونيل. المره هذه كانت كلاسيك وسواري، ميم شغل لا فينيسيون الخدمه تاعهم ما شاء الله. قولوا مشروع جديد لينا، عالم الفاشن ماشي عالم سهل، ومع مسيو ريان أطلس تعلمنا بزاف أمور. وبالأزياء نطوي نشرتنا لهذا اليوم، نلتقي في مواعيد ثقافية قادمة. إلى اللقاء.